متتبعي صفحة عين بريج 24 في كل مكان، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مركز عين بريج، وسعداء في استضافة في هذا اللقاء هذا الخاص واللي جا عن صدفة كما تنقولوا مع فنانين عملاقين على المستوى المحلي بإقليمي وزان. معنا القيدوم سي محمد الخيربي، مرحبا بك سي محمد. بارك الله فيك. احنا بغينا نهيئوا مجموعة مزيانة، نلقطوا واحد من هنا واحد من هنا، المنطقة اللي بإذن الله نجمعهم ونديروهم معنا إن شاء الله. ومعنا أيضا الفنان الغني عن التعريف كما تنقولوا سي عبد الكريم زريول، مرحبا بك معنا في صفحة عين بريج 24. تحياتي خويا عبد الرحمن. خويا عبد الرحمن، احنا في هذه المجموعة إن شاء الله يا ربي يكون خير إن شاء الله. والله نديروا واحد الشيء ديال هذه المجموعة ونديروا شي جمعية، احنا عندنا جمعية ولكن غنجددوا إن شاء الله، نجددوا أي فنان غنجددوا إن شاء الله، ونجددوا هذا الشيء ديال التراث الفني ديال المنطقة ديال وزان بإذن الله تعالى. سي عبد الكريم، تنعيشوا كاملين حسنة استثنائية، سنة اللي استثنائية تعرفها العالم كامل، وسيما في المجال الفني اللي عنده ارتباط وطيد يعني بالحفلات والأعراس والمناسبات، فبالتالي مع التوقف ديال هذه المناسبات والأعراس أنا لي اليقين أنكم أيضا من طرف من الأطراف اللي عانت شيء كثير خلال هذه الجائحة هذه، يمكن لك تحكي لنا شوية على المعاناة ديالكم أنتم أيضا على مستوى المحلي. الله يودس عبد الرحمن، كاين الفنانين اللي عندهم أسر، أنا معايا دابا 14 واحد، كل فنان عنده أسرة كتكون من 5 ديال الأشخاص، وما كاينش لا حتى شي حاجة، ما خدم شهر 3 ما خدمنا ما حتى شي حاجة، كاين اللي باع الدربوكة ديالو، كاين اللي باع لاباطري باش يعيش يدير المعيشة ديالو، ما كاين حتى شي حاجة، لا دعم لا حتى شي حاجة، ما عندنا حتى شي حاجة. يعني حتى المندوبة ديال الثقافة ولا مندوبية الثقافة هنا في إقليم وزان ولا هذا ما كاينش شي دعم، ما كاينش لا ما كاين لا شي دعم لا حتى شي حاجة، ما كاين حتى شي دعم. للأسف الشديد. سي محمد الخيربي، نعم، اسم معروف، نعم. يعني عايشوه الاجيال اللي سبقاتنا، والحمد لله حلات احنا مع الجيل ديالنا ايضا. فسي محمد، انت ايضا غبرتي واحد الوقيته على الساحه، شنو السبب الغياب بعد اوله؟ نعم، شنو السبب ديال الغياب ديالك على الساحه؟ ما عمري غبت اخي انا، ولكن اعلاميا ربما ولا كاين غيبه. لا كنت مع العروسه. سي محمد، مع العروسه، فبالتالي كنت نقولوا كنت مدفون ورا جبل. انا هرام كبير تبارك الله سي محمد العروسي، مدفون ورا جبل، الله يرضى عليك. كنسمع فعلا. سي عبد الكريم، شنو دابا تفكروا ان شاء الله ديروا؟ اذا كانت توقف مثلا، توقفوا الاعراس، توقفت المناسبات، ما كاينش كما تنقولوا، واش ما تفكروش انكم مثلا تنشروا البومات ولا هذا باش انه الانسان يتحرك شويه؟ شنو الجديد ديال سي عبد الكريم؟ ولكن سي عبد الرحمن، الالبومات كتخصهم شويه ديال الدعم، ديال الدعم، شويه ديال الدعم. دابا الالبوم ما مشي دير الالبوم على الاقل ديرو 5000 درهم بالمصارف ديالك باي حاجه، وحنا هادشي هذا ما كاين. الالبوم الحمد لله حنا كاسيطه مازال عندنا في تازه، مازال ما خرجتش. علاش ما خرجتش؟ دابا كنعيطوا لك يقول لك مازال حنا مازال حنا مازال مازال ما خرجش الالبوم ديالنا، راه في تازه، راه عندنا مسجل في تازه دابا، ولكن للاسف الشديد باقي ما كاينش، باقي ما خرجش في السوق، باقي ما نزلش للسوق، ما باقي ما كاينش. شنو هو السبب؟ السبب داكشي من المادة مادي، لأن باش تكون على الوضوح. السبب هو المادة ما كاينش، ما كاين لا دعم لا والو، ما خدمنا ما والو، ما كاين لا خدمة لا والو، هذا السبب عندي. واحد المثل تيقول السي عبد الكريم، تيقول لك إذا أردت أن تعرف حضارة قوم فاسأل عن تراثه. حنا كنا يعني تنحافظوا على التراث ديالنا، التراث الجبلي اللي تنفتخروا به وتنفتخروا بالانتماء ديالنا لهذ المنطقة هذه، فهذه رسالة. الصوت فنان محلي جبلي له صيت على المستوى الإقليمي ولا ديال المنطقة، رسالة لكل مسؤولين على هذا القطاع، هذا القطاع ديال الثقافة والفن، لازم تكون واحد الالتفاتة أيضا لهاد الفنانين هادو. صحيح أنهم وطنيا ما معروفين شاي وما دايرينش الأسماء ديالهم، ولكن محليا راه عندهم واحد المكانة وعندهم عشاق ديالهم اللي تتابعوهم على مستوى الإقليم والمنطقة ككل، منطقة جبالة ككل. الله يودي السلام عليكم، حنا معروفين الحمد لله على الصعيد ديال المنطقة ديالنا كامل، كنخدموا في تطوان، كنخدموا مهرجانات، عندي شهادة تكريمية في الشاون، عندي شهادة تكريمية في تونات،
عندي في شهاده كريميه او تنفتي طوال بزاف ديال الشواهد، ولكن ما بحال ما معترفينش بينا. ما فعلا سعد كريمي لا رجعنا شويه باش نعرف التاريخ ديالك، متى كانت البدايه وكيفاش حتى ولجتي عالم الفن؟ البدايه ديالي سي عبد الرحمن مع ولد محجوبه، فنان ديال ولد محجوبه هو والفنان ديالنا الحمد لله، هو اللي مع من تكونت معه الحمد لله، راه مازال الحمد لله. الحمد لله. سي محمد التاريخ نعم وي في المستوى على المستوى الفني وجاورته يعني ارامك ديال الاغنيه الجبليه 2070 2070 انت من تنقولوا 2070 راه تقريبا 70 يعني 50 سنه 50 سنه من العطاء. فعلا الحفلات الاعلانات. واش تقدر تذكر لي بعض الاسماء اللي اشتغلتي في الجانب ديالهم على مستوى مع الوزاني مع العروسي مع شمال زان مسكين الله يرحمه بزاف فعلا، لان ملي تنقولوا شمال زاز الله يرحمه وتنقولوا اسم محمد العروسي عاد الله يرحمه وهاد الاسماء عبد الوزاني الفنان الوزاني ديال المتالق فاسماء يعني لها وزن ديالها، ولكن سي محمد الخيربي يبقى خيربي يبقى خيربي يبقى خيربي تسمع له مسمى عرفت. فهذا سؤال ديال الادمين ايضا ولا المدير ديال صفحه عين دريه التجاره تيقول لك اودي كيفاش عشتوا هذه المرحله هذه ديال الازمه من الشهور ديال الازمه كيفاش تجريوها كاملين؟ عشنا الى مع الدوله مع الدوله لا ماده لا دعم لا والو ما يكونش هذا هو المسطر الرسمي هذا هو المسطر الرسمي باش هاد العائله تلقطوا من الانترنت وخلص باش فهذه رسالة لكل المهتمين بالشأن المحلي وأيضا حتى أنه ياخذوا بعين الاعتبار حتى هذه الفئة هذه، الفئة هذه هي راه عندها صيت وعندها متابعين وعندها ناس اللي تيعشقوها، فحنا تنقولوا تنعاودها يجب الحفاظ على التراث الجبلي ديالنا المتمثل في الأغنية الجبلية المحلية. فكل التوفيق سي عبد الكريم، لقاء كما تنقولوا على بغتة ما كناش دايرين بحسابه هذا هو الواقع. فتحية التقدير واحترام لكم والله يوفقكم، تنتمنى من الله سبحانه وتعالى نسمعوا اللي مستقبلا اللي فرحنا ويفرحكم كاملين. طب الله خير فكل تقدير وشكرا لكل متابعي صفحة عين دريج 24 لدائمة الحضور. يعني سؤال قبل ما نودعكم ديال السي جلال. سؤال موجه للسي محمد الخربي والسي عبد الكريم الزريول، بالنسبة لكم انتم معروفين على الصعيد المحلي وهذه لا غبار فيها، كلشي كيعرف الاسم ديال عبد الكريم الزريول ومحمد الخربي، وعنطرق للسؤال اللي طرحه من قبل الصديق عبد الرحمن الحنوشي، خلال هذه الفترة ديال هذه الأزمة ديال الكوفيد اللي مرت هاد 8 شهور، كيفاش قدرتوا دبروا الحياة ديالكم اليومية؟ وكنعرفوا أن كاينة واحد الأزمة، ما كاينش العراسات ما كاينش الأفراح، لأن هاد الشيء ممنوع بسبب ديال هاد الجائحة بالكوفيد، كيفاش عشتوا هاد 8 شهور هذه؟ البلاد بعناها العائلة. نعم؟ البلاد بعناها. البلاد تباعت باش أنكم باش عشنا في السجن. السي عبد الكريم كذلك ومثال السؤال موجه لكم كنتم هنا معنا في هذا اللقاء اللي هو حصري وعلى بغتك كما قال السي عبد الرحمن، ممكن انكم توضحوا وتعطيوا حتى على من خلال كاين فنانين اخرين كاين الناس اللي كتنشط في هذا المجال هذا في هذا الميدان الفني هنا محليا، يمكن تهضروا حتى بلسانهم الى جات، لان نفس المعاناه كيفاش دوزتوها السي عبد الرحمن؟ دوزناها درا خويا جلال، خويا جلال دوزناها درا بحال اللي ما دازت غير دابا مشاق النفس، كاين اللي كيبيع قلت لك انا كاين اللي كيبيع عنده كمانجه كيبيعها كاين دربوكه كيبيعها كاين دولابات اللي كيبيعوا باش كيعيش باش كيعيش واحد السيد هنا في وزه انا كنعرفو معروف عندنا باع الصونو ديالو ب 10000 درهم باش دير المصاريف هي كدير ليه الملايين وباع ب 10000 درهم باش يعيش بها. ملي تنقولوا بيتي تقول سعد الكريم دوزناها، هي ماشي دوزناها، هي باقا مستمره. اي مازال مستمره. مازال مستمره مادام ان هذه الجائحه كاينه ومازال هذا الوباء كاين، اذا مازال مستمره. حنا على سؤال اخر، يعني مثلا ان المجال الفني مرتبط بوزاره الثقافه وبالجهات المسؤوله وداك الشيء، هل وزاره الثقافه فكرت في هذه الفرق الفولكلوريه المحليه بالسميتو عليه، ومن ضمنهم يعني المجموعه ديال سي عبد الكريم زريوال والسي محمد الخربي الغني عن التعريف الشيخ واسم وازن في الساحه الفنيه الجبليه
يعني قيدوه من العازفين على آلة الكمان ومن المحافظين على التراث الجبلي. وكما يعلم الجميع أنه سي محمد الخربي يعني حاصل على بطاقة الفنان اللي كان منحى صاحب الجلالة الله ينصرو لمجموعة من الفنانين، وكان بتعليمات من صاحب الجلالة. ما عرفتش واش عندكم شي دعم لا من المسؤولين المحليين ولا الإقليميين. سي عبد الكريم تحياتي خويا عزيز. لما كاين لا دعم لا شي حاجة لا من المسؤولين ولا من وزارة الثقافة ولا شي حاجة، ما كاين لا دعم لا والو. كان اللي يسول فينا تا واحد. كنشوف السي محمد الخربي تأثر على وجهه ودموعه وواليه. حقيقة شي كيأثر الواقع كل التضامن ديالنا معكم. ما قدرتوش انكم ديروا شي مراسلة للجهات المعنية ولا تواصلوا مع وزارة الثقافة والفن من اجل انكم حتى انتم يتوفر لكم ولا واحد جزء قليل من الدعم، لان كنعرفوا الظروف وبسبب هذه الجائحة وهذا الوباء ان راه الجميع كيمر بنفس المعاناة. غير هو مؤخرا كان خرج الوجود الدعم اللي قدمته وزارة الثقافة للفنانين. واش نتوما ماشي من حقكم انكم تاخذوا هذا الدعم؟ لا خويا بحال اللي ما متسوبش كاع، بحال اللي ما اعترف بينا حتى شي واحد، لا من المسؤولين ولا من وزارة الثقافة ولا من شي حاجة. كاينش اللي اعترف بينا ولا عطانا شي حاجة ولا أي حفلات مشينا ليها وأي كلشي مناسبة كنمشيو ليه كاين شي أي حاجة كيعيطوا لنا. أما في الدعم ما عقل لينا حتى شي واحد. ملي كيكون شي أنشطة محلية كنكونوا مستدعين من طرف المسؤولين من طرف السلطة ضروري يستدعونا. نوع الافراح والمناسبات اللي كنتوا تنشطوا فيهم السي عبد الكريم، يعني وانتم يعني نحن من ابناء المنطقه وكنا تنعرفوا السي عبد الكريم يعني منذ الطفوله ديالو تقريبا، هو يجاول هذه المهنه الى مجموعه من الاسماء الكبيره، منهم من مات الله يرحمه ومنهم من مازال على قيد الحياه. واش كنتوا شي افراح وطنيه؟ حاول تحدثنا على المشاركه ديالكم في المناسبات الوطنيه والمهرجانات ان كان هناك بعض المشاركات. خويا عزيز احنا درنا بزاف ديال الانشطه ديال هبطنا للعرس ديال سيدنا، مشينا تما عيطوا لنا مشينا لمراكش. ديك الخطره ملي جاك شيراك الرباط عيطوا لنا هبطنا حنا تلاقينا تما، كنا تما في الرباط. اي حاجه كانت شي حاجه كيعيطوا لنا كيدونا، كيعيط لنا السلطه كنمشي بلا حتى شي حاجه، ما كنشدوا حتى شي حاجه، ما كيعيطونا والو. نتمنوا من هذا المباشر هذه تكون انطلاقات ان شاء الله بادرة خير عليكم ان شاء الله. نحاول المسؤولين يلتفتوا لهذه الفئه من المجتمع، يعني كثير ما دخلوا الافراح على الساكنه والمواطنين ديال العالم القروي، وكما يعلم الجميع انهم تشتغلوا يعني بامكانيات ذاتيه، الناس يتعاملوا مع الساكنه كيف تنقلوا بالدارجه، بحال اللي عنده بحال اللي ما عندوش. زعما الله يعطيكم الصحه. سي محمد الخربي اش من سنه كانت البدايه سي محمد الخربي؟ يعني انت غني عن التعريف من السبعينات. من السبعينات حاصل على بطاقه الفنان. الاسماء اللي جاورهم سي محمد الخربي انا تنعرف، ولكن بغيت تقرب الساده المشاهدين من سي محمد الخربي. يعني سي محمد العروسي، يعني كنت من الناس اللي عزفتي معاهم. كان العروس طيب، كاين البوداري، كاين مال معقل، كاين مال معقل، والاسماء كثيره. شكون هو المعلم اللي تاثر بالعزف ديالو سي محمد؟ شكون هو المعلم اللي تاثر بالعزف ديالو وكان تتبع الخطوات ديالو سي محمد الخربي؟ شكون العروسي الله يرحمه؟ انا اللي كنت يعني كان الفنان القدوه ديالك هو سي محمد العروسي الله يرحمه. الله يرحمه. وبعض الحفلات اللي شارك فيهم سي محمد العروسي، يعني شاهدنا يعني دوزين مجموعه من الحفلات اللي كان دائما تتم المنادات على سي محمد الخربي نظرا للعزف ديالو الجميل على آلة الكمان. يعني حاول تحددنا على بعض السهرات اللي خدمتهم في القناه الثانيه دوزين. خدمنا في دوزين في المغرب، ادريب الجن، تركيا، ما خلينا حتى بلاصه وزين، الجزائر ما خلينا تبعتكم. وهذيك البطاقه ديال الفنان سي محمد يعطيكم عليها شي دار، يعطيكم عليها شي حاجه، شي انتفاضه، شي تكريم، شي مهرجان؟ دخلتوا 100 درهم من واحد انتوما تخلصوا عليها؟
عندنا سؤال ديال سي احمد غزواني تيقول لك ما هي الخطوات المستقبليه المتخذه من طرفكم من اجل صيانه كرم الفن الجبالي؟ هذا سي عبد الكريم، سؤال ديال سي احمد غزواني احد المتابعين. قال لك ما هي الخطوات المستقبليه المتخذه من طرفكم من اجل صيانه كرم الفن؟ واش تفكروا انكم ديروا شي حاجه تنسيقيات كما تكونوا جمعيات او هذا على الاقل من اجل صيانه الكرم ديال الفنانين المحليين؟ خويا عبد الرحمن حنا باغيين ان شاء الله نديروا واحد الجمعيه ونعيدوا لجميع الفنانين ديال المنطقه ديال وزان ونخرطوا معنا كل شيء ونديروا واحد الجمعيه ونشوفوا الحل اللي غيكون سهل. تيقول لك عندما يبكي الرجال فاعلم ان الجرح غائر. فالدموع ديال سي محمد الخيربي الفنان الوازن اللي كنا يعني كبرنا وحنا تنسمعوا هذا الاسم هذا يعني يصول ويجول بجميع المناطق ديال الاقليم وزان والمنطقه الجبليه وايضا حتى خارج ارض الوطن. فبالتالي هذه رساله للجهات المعنيه والمندوبه ديال الثقافه ووزاره الثقافه كل مهتمين بالشان الفني انهم يديروا واحد الالتفاته لهاد الناس هادو. فاحنا اللقاء جاء يعني تنقولوا بمحض الصدفه وما كانش مبرمج له وهذه الحقيقه. فبالتالي ربما تقول لك رب الصدفه خير من الف ميعاد. فكل التوفيق ديالكم ان شاء الله في المسيره الفنيه وكلنا نعاودها يوم السبت المقبل حتى نضرب موعد للساده المتابعين عبر الصفحتين عندنا موعد يوم السبت المقبل يعني غنقربكم من العزف ديال سي محمد الخيربي ان شاء الله الرحمن الرحيم. غتكون في سهره مباشره وفي لقاء مباشر ان شاء الله مع الساده المتابعين رفقه مجموعه ديال عبد الكريم زريوال وباقي غيكونوا معنا اسماء اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. نحاولوا نقربكم من الفن ديالهم ونتمنوا من هذا المنبر هذا من خلال الصفحتين صفحه عين دراج 24 وصفحه عشاق جباله ونتمنى من الساده الاخوان حتى هما يبارطاجيو معنا هذا اللايف ومن هذا المنبر هذا توصل رساله ديال الساده الفنانين المحترمين سي عبد الكريم زريوال وسي محمد الخيربي من اجل انهم هذه الاسماء هذو يلتفتوا لهم يلتفتوا لهذه الفرقه المحليه الفولكلوريه اللي طالها التهميش والاقصاء لا داعم لا حتى شي حاجه يعني ولا حتى شي حاجه بسيطه ما كاين والو. نتمنوا السيد وزير الثقافه والمندوبيه ديال وزاره الثقافه بالاقليم وكل الساده المسؤولين انهم يلتفتوا لهذه الاسماء ويحاولوا يدبروا عليهم كيف ما تنقولوا هكا بالدارجه. الناس عطاو الشيء الكثير للساحه الفنيه وكان دائما الفن راقي وفن محترم فن اللي من خلال وصلوا مجموعه من الرسائل ومجموعه من الامور اللي تعالجت معنا الفريق والفن. تفضل صديق عبد الرحمن الحنوني. وايضا حتى بعض الاسماء اللي ربما طالها عليه النسيان السي بحال زرواليه بحال مجموعه ديال الاسماء ايضا اسماء اللي هي كانت لامعه في واحد الوقت ولكن قدر الله كما تنقولوا ما شاء فعل جات الازمه. ربما هذه الازمه هذه كان هي محنه ولكن في الوسط ديالها محنه باش الانسان الفنان يعاود انه يرتب الاوراق ديالو ويفكر في المستقبل ديالو في مستقبل وليداتو بطريقه ربما اللي تكون ايجابيه. والله يوفقكم السي عبد الكريم. شكرا خويا عبد الرحمن الله يحفظك طيبا. وشكرا لكل المتابعين ديال صفحات عين دراج 24 كل الحب والتقدير لكم. كنتم في لقاء مباشر مع الفنانين السي محمد الخيربي وايضا السي عبد الكريم زريوال. الى لقاء قادم باذن الله تعالى. نشكر السي عبد الكريم زريوال والسي محمد الخيربي.